مساء الخير أبو المثل يقول يراويك حنطة ويبيع لك شعير. هذا المثل ينطبق على البرلمان. صار أيام وإحنا نسمع عن قانون الأمن الغذائي ويا طلبة الأمن الغذائي اللي ما تفض. الشعب راح يجوع إذا ما يمشي القانون، الحكومة ما عندها فلوس للبطاقة التموينية، الناس راح يقتلها الحرب الصيف لأن ماكو فلوس ندفعها للغاز الإيراني، وغيرها من الأسباب اللي أغلبها لازم تتضمن كلمة الشعب. بالتالي من راح الشعب للبرلمان حتى يوصل مطالبه قمعوه. هالشي صار اليوم، عدد من المحاضرين اللي صار لهم أشهر يظهرون بالمطر والشمس بعد ما سمعوا بأنه البرلمان يريد يقر قانون للشعب قالوا خلي نروح لبلكي يضيف لنا فقرة تنهي معاناتنا. ولما دخلوا بناية المجلس بدل ما تطلع شخصية من هيئة الرئاسة تسولف وياهم واجهتهم الحمايات بالضرب. خلي نشوف هذا الفيديو يلا شباب. شلال الفاسد، شلال الفاسد، نعم نعم للمحاضرين، كافي يا فاسدين، هاي على الظهر داركم من هذا البرلمان. إذا لي بخير انزح السترة وانزح عشنا القهر بلوانا. اكيد هسه راح يطلع كم واحد ينفون ويقولون ما صار قمع للمحاضرين، لكن احنا ما نجيب شيء من جيبنا، من فمك ادينك. نائب بالبرلمان وهو السيد هادي السلامي نشر على تويتر وكتب: التظاهرات حق، كفله الدستور، والاعتداء على المحاضرين مرفوض، مطالبهم مشروعة، فتح تحقيق من قبل القضاء لمحاسبة المعتدين على المتظاهرين، هذا اعتراف نيابي صريح بوجود اعتداء. هاي إذا ما كنتوا تصدقون بالفيديوهات اللي عرضناها والإصابات الواضحة. وهنا نسأل، يصير برلمان الشعب يستقبل الشعب بهذه الطريقة؟ اللي يروح يتظاهر أمام مؤسسة حكومية ينضرب، اللي يتظاهر أمام البرلمان ينضرب، وين تتظاهر الناس؟ بالصحراء؟ لهذه الدرجة صوت المطالب مزعج لحضراتكم؟ وإذا تقولون هذا تصرف شخصي من الحمايات، من 2019 وإحنا نسمع هذه القوانين، شو وقت تضبطون حماياتكم؟ وليش تختارون هذه النماذج؟ شنو البرلمان تايه بحيث الحمايات تشتغل بكيفها بدون توجيه؟ لكن تدرون العتب الأكبر على منو؟ على السادة النواب اللي كل من صعد سيارته ورجع لبيته ولا كلف نفسه يطلع للمحاضرين وينطيهم تطمينات، ولو التطمينات ما تجي من أي واحد، يراد لها إما رئيس كتلة أو رسالة بالواتساب أو تغريدة. دليل هالشي اليوم كتلة صادقون النيابية قدمت مجموعة حلول ومعالجات للوضع الاقتصادي والزراعي في طلب موقع من 50 نائب تقريبا. هذه المقترحات هي نفس المقترحات اللي أعلنها الشيخ قيس الخزعلي قبل يومين، وقبلها البرلمان صوت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بناء على تغريدة من السيد الصدر. ونرفع أيادينا بالدعاء بلكي تصدر تغريدة من زعيم سياسي معين تنهي معاناة المحاضرين. لذلك يا شباب روحوا تظاهروا بتويتر أأمن من البرلمان. وباعتبارنا جبنا طاري قانون الدعم الطارئ والمفارق أنه جلسة مجلس الوزراء اليوم ما بيها ولا قرار يتضمن صرف مالي، بينما الجلسات الثلاث الأخيرة شهدت أوامر بصرف أكثر من 51 مليار، وظهروا إن جاهم فد اتصال من الجماعة بأنه إحنا يوميا نصرح ونقول الحكومة ما عندها صلاحيات صرف ولازم نشرع القانون وأنتوا كل جلسة تصرفون كذا مبلغ. هدوا لعب شوية. المهم أكو اختبار جديد تواجه الكتل السياسية والبرلمان، وهو الدعوة القضائية اللي رفعتها عدة شخصيات ضد الرئاسات الثلاث، يطالبون بها المحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب نتيجة إخلاله بالالتزامات الدستورية، ويتضمن الطلب كذلك إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب للدورة الخامسة وإصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 22. السؤال هنا، قد نسبة احتمالية أن توافق المحكمة الاتحادية على الطلب؟ وباعتبار الكل يقول قرارات المحكمة الاتحادية تتضمن جنبة سياسية، ممكن تصدر هيك قرار وهي تعرف تداعيات المتوقعة؟ هذه التداعيات احنا حازريها لو ممكن تكون أكبر مما نتوقع، لأنه ما أعتقد الكتل الفائزة راح تقبل بمثل هذا القرار، والدخل البرلمان بالأكفان شلون راح يطلع؟ فاصل ونرجع لكم.